مشاهدين ومتابعين قناة جي اس فوروي، رحب بكم جميعا بالدورة المجانية لتعلم ار جي اس بثلاثة مراحل. اليكم الدرس السادس عشر واللي راح يتم فيه شرح قائمة السلكشن وطرق تمثيل وترميز الطبقات وحفظ الطبقة كملف او كماب باكج. بالنسبة للسلكشن، قائمة سلكشن نقدر نختار احنا سلكت باي اتريبيوت سلكت باي لوكيشن. مقصود في الاتريبيوت انه نعمل بحث على طبقة معينة بنختارها من هون مضيوفة في التابل اوف كونتنتس، ولتكن مثلا طبقة البيلدينج. مثلا احنا بدنا نختار جميع المباني اللي عدد الطوابق اللي فيها فوق سطح الارض 5 طوابق. دبل كليك على الحقل الخاص فيه اللي نبحث عنه، بعديها يساوي get unique values. مثلا احنا بدنا جميع المباني اللي فوق 5 طوابق، اختار 5، apply ok. راح يعمل select لجميع المباني اللي اخترناها، ان 15 بناء جميعهم هدول 5 طوابق فوق سطح الارض. اما بالنسبة للسلكت باي لوكيشن، مثلا احنا عندنا قطع اراضي بدنا نعمل سلكت لجميع الاشجار الموجودة في قطعة معينة. مثلا هاي القطعة عملناها لها سلكت، بعديها نروح على قائمة سلكشن على سلكت باي لوكيشن. عندنا نختار طبقة الهدف او الطبقة اللي راح نعملها تحديد او اختيار او سلكت، وهي طبقة التري. راح نختارها من طبقة البارسلز، ايضا المعمول له سلكت، المعمول له سلكت في طبقة البارسل. نعمل نفعل اشارة التيك علشان ما يحدد الا القطعة اللي عملناها لها تحديد، ما يعمل سلكت لجميع الاشجار الموجودات داخل القطعة. عندنا هون الشرط تبع التحديد او الاختيار ممكن يكون تقاطع، يعني اذا في عندنا شجرة بتتقاطع على الحدود بين القطع او القطع المختارة بيعملها سلكت، واللي داخلها ايضا بيختارها. اما بالنسبة لاخر خيار، مقصود فيه انه تكون الشجرة داخل القطعة فقط مش على حدها. بعدها نحمل apply ok، بيختار جميع الاشجار اللي داخل هاي القطعة. عندنا مثلا شجر صرو، صنوبر، عددهم 46 شجرة. ايضا في عندنا مثلا نقدر احنا نحكي له انه اختار لي حسب المسافة معينة، مثلا قطعة الارض اللي بتبعد، الشجرة اللي بتبعد عن قطعة الارض مثلا مسافة 50 متر. هاي apply. ننتبه هون انه اختار جميع الاشجار اللي بيبعدوا عن هاي القطعة مسافة 50 متر، عددهم 240. في عنا شجر زيتون وغيرها. اما بالنسبة للاختيار من خلال الرسومات، نقدر احنا من شريط الرسم نختار مثلا خط معين نرسم هذا الخط، بعديها بنعمل سلكت او تحديد، بنعمل سلكت باي الرسم اللي احنا رسمناها. هيك احنا عملنا سلكت من خلال رسمة رسمناها. اما بالنسبة للزوم، زوم تو سلكت، بعملنا زوم للسلكت. في عنا بان مثلا زحنا جهة اليمين او الشمال، بعاود ارجع عليها، هذا المقصود في البان. اما فيها احصائيات للي معملهم سلكت، مثلا عنا هذول الطبقات اللي نعملهم سلكت من خلال الرسم
أو ممكن من غير رسم أي عملية select يعني، مثلا البارسلز من خلال بنختار تحديد الفيلد، مثلا خلال الاريا في عندنا 7 قطع، هاي أصغر مساحة وأكبر مساحة والمجموع، والمجموع المتوسط والانحراف المعياري. أما بالنسبة للكلير، إذا إحنا مثلا عاملين select نقدر نعمل unselect، نعمل تحديد لهذا اللي رسمناه الشارع، نعمل تحديد للي رسمناه، بعدها ديليت. تمام، عندنا بالنسبة لهذا الخيار مقصود فيه انه طرق التحديد، مثلا احنا هون بدنا تحديد جديد او سيلكت جديد. اما بالنسبة للخيار الثاني مثلا نقدر انه احنا عاملين سيلكت هون مثلا، اذا كبسنا على سيلكت او قطعة ثانية بيمحي القديم وبيعمل الجديد. اما في هذا الخيار بضل عامل سيلكت زي كنا ضغطين على كبسة الكنترول او الشيفت من الكيبورد، بنعمل تحديد قد ما بدنا. اما الخيار الثالث بيعمل كلير للسيلكت، احنا دول عاملينهم سيلكت، اذا بنرجع نكبس عليهم ببلش يمحي السيلكت. والخيار الاخير برضو نقدر نمحي السيلكت اللي بنختاره. اما بالنسبة للأوبشنز للسيلكت برضو نفس الاشي، نقدر نغير لون السيلكت، نقدر نحدد مسافة التوليرانس في التحديد. طبعا اي اشي تحت مسمى أوبشنز يفضل انه ما نغير فيه اي اشي. اما بالنسبة لترميز وتمثيل الطبقات، مثلا احنا عنا هدول الطبقات، مثلا طبقة القطع، نقدر احنا نعمل سيمبول لشكل القطع. طبعا السيمبول العادي نقدر من اختيار اي تمثيل طبقة البارسلز لجميع الفيتشر المرسومات في الطبقة بيكونوا نفس الاختيار اللي احنا بنختاره. هاي اول طريقة الاعتيادية والبسيطة. اما بالنسبة للطرق الثانية، رايت كليك على البارسلز او دبل كليك، بروبرتيز، في عنا من قائمة سيمبولوجي نختار اكثر من خيار. اول خيار اللي هو الشكل العادي، ثاني خيار عندنا 3 خيارات في تاني أمر أو تاني خيار. عندنا أول خيار نقدر نمثل الطبقة من خلال فيلد معين، مثلا الأريا، عندنا كل مساحة قطعة تأخذ لون معين. عندنا هون المجموع 212، فبيطلع عندنا 212 اللون. هذا بالنسبة ل ترميز من فيلد واحد. اما الخيار الثاني والثالث نقدر نستفيد منهم اكثر من فيلد، مثلا القطع والمساحة، القطع المساحتها رقم واحد، عفوا القطع اللي رقمها واحد ومساحتها كذا لها لون معين او شكل معين. اما بالنسبة للخيار الثاني من السيمبولوجي نقدر نمثل مثلا القطع او ارقام القطع من الى، مثلا الرقم 1 للرقم 42 باخذ هذا اللون بهاي الطريقة. بهاي الطريقة مثلا نقدر احنا نميز هون لون بني، معناته هذا الرقم القطع الموجود هون بده يكون ما بين 170 لل212. طبعا في دروس لاحقة وقادمة راح يتم شرح قائمة سيمبولوجي بالتفصيل وأدق. أيضا نقدر نمثل من خلال أشكال ورسومات هندسية ونقاط، مثلا إن هذا الخيار
من خلاله نقدر نمثل عن طريق الدوائر. خلينا نختار الأريا مثلا وهكذا، أو من خلال تمثيل من خلال الأعمدة. هذا من خلال الأعمدة، وأيضا من خلال الأعمدة بشكل ثاني وآخر. نقدر نختار أكثر من فيل طبعا في التمثيل. أيضا الخيار الثالث، في عنا شغلة مهمة، نقدر نمثل البيانات من خلال عدد النقط. مثلا كل نقطة بتمثل عن تسعة أرقام. وهكذا. أما بالنسبة لطريقة حفظ الطبقة كملف، خلينا نرجع الشكل الاعتيادي والعادي لتمثيل طبقة القطع. طبعا بإمكانكم إنكم تجربوا السيمبولوجي براحتكم في التمثيل وترميز الطبقات. أما بالنسبة لحفظ الطبقة كملف، مثلا إحنا نقدر طبقة المباني نحفظها كملف. نعمل save as layer file، نختار الاسم اللي بدنا إياه ويفضل الاسم كما هو. نعمل سيف، بعدها بنروح على ملف الحفظ، بيجي عندنا هذا بهذا الشكل. مثلا لو سكرنا او اغلقنا برنامج الارك ماب، فتحنا هذا الملف بهاي الصيغة بهذا الشكل، دبل كليك عليه، ننتظر قليلا، ظهر عندنا ماب جديد بهاي الطبقة. عندنا أيضا أداة موجودة في الجيو بروسيسنج اللي هي الديسولف، تم شرحها في الدرس الرابع عشر، لكن راح نستخدمها بطريقة أخرى. مثلا إحنا عندنا طبقة البيلدينج، في عندنا تصنيف للمباني من حيث الطوابق، عندنا 10 طوابق. فمثلا إحنا بنقدر نختار أداة ديسولف للمباني، نختار مثلا مجموع عدد الطوابق الكامل، نعمل اوكي، فراح تظهر لي طبقة جديدة فيها تصنيف حسب عدد الطوابق. لازم يطلع عندنا 10 فيتشرز، هي عندنا 10، كل فيتشرز او كل فيتشر بتعبر عن طابق، عن عدد طابق معين. لما مثلا نحدد 8 طوابق، نعمل سيلكت لجميع 8 طوابق بهاي الطريقة. وصلنا لنهاية الدرس 16، بتمنى منكم انكم استفدتوا من شرحات اليوم. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حابب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.